السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حنتكلم اليوم عن المحاضرة العاشرة أو الفصل العاشر من مادة التطبيقات التسويقية الحاسب الآلي، وهي تابع لبرنامج أكسس. في هذا الفصل حنتكلم عن الجداول، وهي محاضرة مقسومة إلى جزئين، فعندنا الجداول الجزء الأول والجداول الجزء الثاني. طبعا كالمعتاد حنتكلم بشكل نظري، وفي نهاية المحاضرة حنطبق بشكل عملي على التعامل مع برنامج أكسس وإنشاء الجداول. طبعا الفصل العاشر بتكلم عن الجداول. الجداول هي جداول قواعد البيانات، عبارة عن مجموعة كبيرة من البيانات التي تخص موضوع معين. يتكون الجدول من مجموعة من الصفوف تسمى سجلات، ومجموعة من الأعمدة تسمى حقول. يعتبر الجدول العمود الأساسي لقاعدة البيانات، أيضا يحتوي على البيانات الأساسية التي نحتاجها للتعامل مع بقية الكائنات. نجي بنتكلم الآن على السجل. وما هو السجل؟ السجل هو عبارة عن الصف الذي يحتوي على مجموعة من المعلومات المترابطة مع بعضها البعض، مثلا اسم الطالب أو رقم الطالب رقم 5000، ويجب أن يكون نفس الاسم الطالب اللي رقم 5000، الرقم الجوال نفسه لنفس الطالب أو لنفس السجل. فإذا المعلومات الخاصة متعلقة بشخص واحد تكون لي سجل واحد. الحقل وهو مخزن السجل، حيث لكل حقل اسم خاص، وتظل أسماء الحقول ثابتة في كل السجلات في رأس كل عمود رغم اختلاف محتوياتها. فمثلا اسم الطالب هذا الحقل، ولكن نجد أن أسماء الطالب تختلف في كل سجل: محمد، أحمد، علي، عبد الله، زيد. فإذا مجموعة من السجلات. فإذا لاحظ هذه الحقول وهذه السجلات لكل شخص تكون لي الجدول. طريقة إنشاء الجدول من خلال التبويب إنشاء مجموعة جداول، مع ذلك نضغط على جدول فارغ. يتم الضغط بنقر على زر الفارغ على جدول فارغ، زر الفارغ اليسار، وبالتالي بعد ذلك يتم التعامل معه كالتالي: يتم كتابة عناوين رؤوس الحقول بالنقر على زر الفارغ الأيمن على رأس كل حقل والتعامل معه إذا رأس كل حقل، اختيار اسم العمود، عند إغلاق الجدول نضغط على أيقونة إكس الموجودة فوق الجدول. يعطينا عملية تخزين اسم لهذا الجدول، نسميه مثلا جدول واحد. يتم النقر على كلمة إضافة لإضافة حقول جديدة، نلاحظ أنها موجودة معنا في بجانب الحقول. أيضا من الممكن أن نضغط على طرق العرض لعملية تغيير خصائص هذا الجدول. إذا نجد في بداية السجل علامة مثلا نجمة لترسيدنا أن السجل هو السجل التالي والذي سوف يتم إدخال بيانات فيه، ويتم إدخال البيانات إلى سجل، ولكن من الأفضل تحديد نوعية البيانات المطلوبة. فهذا بالنسبة لإنشاء الجدول بشكل عام. نجي إنشاء الجدول من خلال طريقة عرض التصميم. نضغط على طريقة عرض وبعد ذلك عرض التصميم، ومن ثم حتظهر لنا شاشة عرض تصميم هذا الجدول، وهي مجموعة من الأدوات والخصائص نحدد لها لكل نوع من أنواع البيانات داخل الجدول. فمثلا عندنا مجموعة من البيانات: نص لتوصيف الحقول لمحتوياتها نص، حروف أبجدية وأرقام وعلامات، مذكرة للحقول التي محتوياتها نص ولكن تحتاج إلى سرد، مثلا حقل يزيد عن 255 حرف. أما نص فهو لا يزيد محتوى الحقل عن 255 حرف أبجدي أو رقم أو علامة. رقم للحقول التي تتعامل مع قيم مثل الراتب أو درجات الطلاب. تاريخ ووقت لتوصيف الحقول اللي محتوياتها تاريخ أو أوقات، يمكن دخولها في عمليات طرح. عملة لتوصيف حقول المرتبات، ترقيم تلقائي ويستخدم في الأساس لتسجيل المفتاح الأساسي. نعم أو لا لتوصيف حقول عناصر التحكم، مثلا هل أنت موظف؟ نعم أو لا. أو هل أنت متزوج؟ نعم أو لا. هل يوجد لديك أطفال؟ فإذا الإجابة تكون نعم أو لا. كائن لتوصيف الحقول التي سوف يسجل بها صورة اختباط أو مفتاح. ارتباط تشعبي لرابط معين، سواء كان الرابط هذا ملف أو محتوى إنترنت.
مرفق لإضافة المرافق مثلا زي المواد أو ملفات خاصة بالمواد. أيضا عندي معالج البحث للقيام بعملية فرز تصاعدي تنازلي واختيار قيم معينة من خلال قائمة ننشئها داخل هذه الحقول. فنلاحظ هذه بعض النوافذ. نيجي بعدين نشوف خصائص الحقل. خصائص الحقل لكل حقل من الحقول هذه مجموعة من الخصائص وهي موجودة على داخل شاشة التصميم. ملاحظة، يمكن أن تحتوي قاعدة البيانات على العديد من الجداول، يمكن تخزن فيها معلومات معينة. لكل معلومات أو لكل حقول مجموعة من الخصائص يمكن ضبطها من خلال شاشة العرض. طيب، تصميم قاعدة بيانات خاصة بنا. أولا بعض الخطوات والأدوات اللازمة زي ما ذكرنا سابقا، مجموعة مثلا قاعدة بيانات خاصة بكلية إدارة الأعمال، طلاب، مواد دراسية، أعضاء التدريس. فإذا عندي بعض الجداول المفترض تصميمها، جدول بيانات الطلاب، جدول بيانات المدرسين، جدول بيانات نتيجة الطالب، الكود الطالب المادة الدراسية، بنلاحظ انه ايش بعض المعلومات تكون متكررة، فمن هنا يبدأ يكون عندي انشاء العلاقات. ننشئ جداول من خلال عملية انشاء جداول. نلاحظ عندي ثلاثة مناطق وهي اسماء الحقول، نوع البيانات هنا او خصائص الحقل، بالاضافة الى شرح عن خصائص هذا الحقل، منطقة التحديد رؤوس الحقول ونوع البيانات والوصف، منطقة تحديد خصائص بيانات الحقول، مساحة حرة أو مساحة قراءة الأوامر أو تعليمات هذه الأوامر. نلاحظ اسم الحقل، نوع البيانات، لاحظوا لما ضغطنا على نوع البيانات أو اسم الحقل اللي هو اسم الطالب، خصائص هذا الحقل، ويكون عندي هنا شرح مبسط لهذه الخاصية. بعد ذلك ننتقل إلى الحقول كلها من أجل القيام ببعض عمليات التخزين، ومن ثم في النهاية نقوم بعملية إدخال البيانات على هذه القاعدة. طيب، أيضا يمكن إجراء بعض عمليات المعالجة على رأس كل عمود، مثلا فرز من الأقدم إلى الأحدث، فرز من الأحدث إلى الأقدم، إظهار الأعمدة أو إخفائها، تجميد بعض الأعمدة بحيث تكون ثابتة، إعادة تسمية العمود. فإذا مجموعة من الخصائص. نلاحظ في بداية كل سجل جديد علامة النجمة، وهي أنه نحن شغالين الآن أمام هذا الحقل الجديد، يريد ترشدنا إلى أن السجل هو السجل التالي والذي سوف يتم إدخال البيانات فيه ويتم إدخال بيانات السجلات، ولكن من الأفضل تحديد نوع البيانات. نتعرف على بعض أنماط أو أنواع البيانات. نص بيانات أبجدية ورقمية، نصوص وأرقام تخزن أكثر من 255 حرف. مذكرة، بيانات أبجدية رقمية، نصوص وأرقام أكثر من 255 حرف، تخزن أكثر من 2 جيجا بايت من البيانات، أو الحد الأقصى لكافة أنواع قواعد البيانات من نوع أكسس. رقم، بيانات رقمية تستخدم الحقول الرقمية ذات القيمة، مثلا راتب معين أو درجة معينة. تاريخ ووقت، وهي تاريخ وأوقات ممكن تخزينها داخل برنامج أكسس بطريقة معينة. عملة، بيانات نقدية تخزن بيانات كأعداد 8 بايت وتقريبا إلى 4 أعداد عشرية. ترقيم تلقائي، تخزن بيانات تقييم 4 بايت، تستخدم عادة المفتاح الأساسي، نعم أو لا، بيانات تستخدم فيها 1 لكافة القيم يس أو نعم، وصفر لكافة القيم لا. أنواع بيانات يمكن ندخلها في تصميم الجدول. كائن، صور، يستخدم لتخزين صور، وثائق، رسومات بيانية. كوائم، تخزن أكثر من 2 جيجا بايت في الحد الأقصى لكافة قواعد البيانات. ايضا بعرض هذه الصوره يجب توفير خادم اللي هو او ال اي الخاص بالتعامل مع الكوائم. ارتفاع
ارتباط تشعبي عناوين اللوب تخزن اكثر من 1 جيجا بايت من البيانات، تخزين رابط محلي او رابط على الانترنت او رابط تشعبي لملف من الملفات. مرفقات وهي اي انواع ملفات مدعومه مثل الوورد او الباوربوينت او بعض الصور الخاصه يمكن ادراجها عن طريق هذه القاعده. عندنا هذه اهم انواع الحقول الموجوده لدينا. نجي الان بنشوف طريقه التعامل بشكل عملي مع قاعده البيانات وانشاء الجداول. احنا نتذكر ان احنا فتحنا قاعده بيانات في المحاضره الماضيه سميناها قاعده بيانات رقم 1. نشوف الان قاعده بيانات اكسس. لاحظ انه عندي قاعده بيانات رقم 1 انشاناها في السابق. طيب نجي الان تم تعطيل المحتوى، مجرد اننا نسمح تمكين هذا المحتوى. طيب احنا ما انشانا ولا اي جدول، ننشئ عند عمليه من عند انشاء، نجي جداول، ممكن نضغط على جدول جديد لانشاء هذا الجدول. نلاحظ انه علامه النجمه موجوده امامنا انه هذا هو المعرف الجديد. ايضا المعرف وهو مثلا خلينا نقول اعاده تسميه، نسميه مثلا الرقم 1 الجامعي. فاذا هذا اول حقل لدينا. اذا نريد ان نضيف بعض الحقول نضغط على اضافه حقل جديد. اضافه حقل جديد نسميه مثلا الاسم. إضافة حقل جديد نسميه مثلا تاريخ الميلاد. حقل جديد نسميه مثلا تخصص. العنوان. مثلا موظف كسؤال من اجل تجربة نعم او لا. فإذا نلاحظ بدينا ننشئ مجموعة من الحقول داخل هذه القاعدة. مثلا الراتب. فإذا نكتفي بهذه الحقول. إذا نلاحظ أنشأنا جدول جديد، الحقول الموجودة فيه هي الرقم الجامعي، الاسم، تاريخ الميلاد، التخصص، العنوان، الموظف، الراتب. طيب في حالة لو نبغى نغلق هذا الجدول نضغط على زر الإغلاق الموجود هنا في الأسفل وليس في الأعلى. نخزن نسميه مثلا جدول رقم 1 وموافق. فنلاحظ أصبح الجدول الآن موجود عندي هنا. نضغطه يتم فتح هذا الجدول. فإذا هذا بالنسبة لعملية ايش؟ إنشاء الجدول. طيب إنشاء الجدول بطريقة عرض التصميم. إنشاء جدول بطريقة تصميم الجدول. نلاحظ إنشأ لي طريقة عرض التصميم هذا الجدول. نقدر نحدد انواع البيانات او اسماء الحقول ونوع البيانات. هو تقريبا مشابه لهذه الطريقه ولكن ايش؟ بطريقه اخرى. ايضا حتى هذا الجدول اذا اردنا ان نذهب الى التصميم
خاص بهذا الجدول لإضافة بعض البيانات وبعض الخصائص على كل حقل، نضغط على عرض وطريقة عرض التصميم. لاحظوا طريقة عرض ايش؟ التصميم. نلاحظ اني اعطاني الحقول اللي انا كتبتها واعطاني نوع البيانات، عندي الوصف ومجرد وصف ان احنا نكتب ماذا نقصد بهذا الحقل، خصائص الحقل ومربع المعلومات. فمثلا الرقم الجامعي نلاحظ بجانبه زر المفتاح وهو يعتبر المفتاح الاساسي، نوع البيانات الترقيم التلقائي. الاسم نشوف الان انواع، لاحظوا كل ما ننتقل الى حقل من الحقول يتغير امامنا خصائص هذا الحقل. فمثلا الاسم نلاحظ ما هي انواع البيانات، عندي نوع بيانات نص زي ما قلنا لتخزين نص من خلال 255 حرف، مذكرة نص اكبر من 255 حرف، رقم ذا قيمة، تاريخ ووقت، عملة، ترقيم تلقائي نعم او لا، كائن ارتباط تشعبي، مرفق ومعالج البحث. فاحنا مثلا الاسم راح يكون من نوع نص، اما تاريخ وميلاد راح يكون من نوع ايش؟ تاريخ ووقت. التخصص راح يكون من نوع ايضا نص، لانه لا راح ما راح نحتاج اكثر من 255. اما العنوان فاذا نختار من نوع مذكره. موظف راح نختار من نوع ماذا؟ نعم او لا. الراتب راح نختار من نوع مثلا عمله. فاذا مجموعه من تعاملت مع مجموعه من انواع البيانات. فاذا هذه هي ما تطرقنا له في محاضرتنا لهذا اليوم، اسماء الحقول. نريد ان ننشئ مثلا الدرجه، او خلينا نقول المعدل حيكون من نوع ماذا؟ من نوع رقم، لانه ذا قيمه. فاذا هذا تقريبا اذا كنت نريد ان نضيف. عند الحذف او ادراج صفوف فبالامكان ايش؟ عمليه الضغط بزر الفار اليمين، نسخ، قص، ادراج، حذف وخصائص. طيب كيف نرجع على، الان احنا انتهينا من التصميم، نرجع على ورقه البيانات نفسها، نضغط ايضا على زر عرض مره اخرى، سوف يقوم بعمليه الحفظ، نعم نريد الحفظ. لاحظ الان تغيرت بعض الخصائص، نجي هنا لا نحتاج ان نضغط الرقم الجامعي لانه احنا قلنا عمليه ترقيم تلقائي. الاسم نقول مثلا احمد، تاريخ الميلاد نلاحظ جاء امام بجانبه جدول، نختار تاريخ ميلاد معين مثلا، اي تاريخ ميلاد مثلا، التخصص مثلا التسويق، العنوان طبعا العنوان هو من 0 إلى 2 جيجا، فمثلا لو نكتب مبدئيا تبوك، موظف نؤشر على الصح، الراتب مثلا 5000 ريال ريال سعودي، لاحظ المعدل مثلا 4. طيب نلاحظ اني ضغطت انا على 4.5 ولكن كتب لي ايش؟ 4. ليش؟ لانه خصائص الحقل الخاص بالمعدل ما عدلنا عليها. كيف نرجع نعدل في الخصائص؟ نضغط على عرض مرة أخرى، نروح للمعدل، رقم، عدد صحيح طويل، المنازل العشرية نقول ماذا؟ منزلتين عشرية من أجل تخزين المنازل العشرية. طيب نخزن، نلاحظ الآن لو نكتب 4.50 نرجع إلى مخزن
طب هو يجب ان يطبق الخاصيه، لانه احنا ذكرنا ان المنازل العشريه المحرقة. فهذا اهم ما اخذنا. عندنا ايضا عملية نلاحظ انه عندي بعض الخصائص لكل حقل من هذه الحقائب، امكانية فرز من الاصغر الى اكبر، امكانية ايش تصفية، ايضا عند الضغط بزر الفرغ اليمين فرز من الاصغر الى اكبر ومن اكبر الى اصغر، نصب عرض العمود نكبر ونصغره مثل الاكسل، اخفاء الاعمدة اظهارها، تجميد الاعمدة لنجعلها ظاهرة بشكل دائم، إلغاء التجميد، بحث إدراج عواميد ما بين الأعمدة، عمود البحث لبحث معين، حذف أو إعادة تسمية العمود. فهذه خصائص بالضغط على زر الفار اليمين على كل عمود من هذه الأعمدة. شكرا لاستماعكم لهذه المحاضرة، أتمنى أني أكون فدتكم، وإن شاء الله نكمل المحاضرة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.